هذه الأثناء وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مشروع إصلاح البكالوريا على طاولة الحكومة، المشروع الذي يهدف في الأساس إلى تحسين ومراجعة نظام البكالوريا الذي يجري وفق تشاور واسع سيخرج بإجماع حول نوع البكالوريا التي ستطبق السنة القادمة، الذي يحمل في طيته العديد من المقترحات أهمها تقليص عدد أيام الامتحان والمواد التي يتم الامتحان فيها بالإضافة إلى تثمين سنوات دراسة الطالب الثانوي. ولمناقشة هذا الموضوع التربوي تحضر معي في الاستوديو عضو المكتب الوطني لنقابة مجلس ثانويات الجزائر السيدة زينب بلهامل. أهلا بك سيدتي. أهلا بكم. إذا سيدتي، بداية، أنتم كنقابة وطنية مستقلة، ما موقفكم من هذا الإصلاح الذي تشهده خصوصا السنة الثالثة ثانوي أي الأقسام النهائية بالنسبة للبكالوريا؟ بسم الله، السلام عليكم. أولا يجب تنبيه بأن نقابة كلا كانت قد قدمت عدة اقتراحات لوزارة التربية الوطنية منذ سنوات من أجل إصلاح التعليم الثانوي، كان هذا هو المطلوب أولا قبل أن نصل إلى إصلاح شهادة أو امتحان شهادة البكالوريا، كان هذا المفروض. مع الأسف لم تتم الاستجابة لكل هذه الاقتراحات، وأذكر من ضمن الاقتراحات التي كانت نقابة كلا قد قدمتها بناء المزيد من الهياكل التربوية في نمو ديموغرافي، كذلك توفير التأطير الإداري، التأطير البيداغوجي للعدد الكافي من الأساتذة، العدد الكافي من المساعدين التربويين، العدد الكافي من المدراء، من النظار وغير ذلك. كانت نقابة كلا قد طالبت بتخفيف البرامج، كذلك بمراجعة البرامج يعني تصحيح الأخطاء الواردة في الكتب المدرسية، كان مطلوب كذلك يعني تكوين الأساتذة بطريقة يعني جدية ومزيد من التكوين حتى الأساتذة يعني الموجودين في الميدان. مع الأسف كل هذه الأمور لم تتم الاستجابة لها. الآن بالنسبة لإصلاح البكالوريا يجب كذلك بأن ننبه بأن نقابة كلا قد حضرت بالنسبة لما يتعلق بإصلاح امتحان شهادة البكالوريا، حضرنا في اجتماعين، غيبنا، تم تغييبنا من اجتماعات سابقة، حضرنا في اجتماعين ثم غادرنا هذه اللجنة لسببين. أولا إصلاح قلت البكالوريا كان مطلوب، أولا إصلاح التعليم الثانوي كله لم يتم هذا. ثانيا أدركنا بأن الهدف ليس بيداغوجي. عفوا، فقلت كيف ترون هذه الإصلاحات؟ هل هي تخدم بالدرجة الأولى يعني التلميذ أو الطالب في القسم النهائي في شهادة البكالوريا؟ أعود إلى ما سبق، نبهت بأن كلا غادر اللجنة التي كانت تتعرض يعني هذا الموضوع لسببين. أولا كان المطلوب أن نقوم بإصلاح التعليم الثانوي، هذه الأمور لن تتم. ثانيا لأن أدركنا بأن وجود النقابات، حضور النقابات كان حضور شكلي، مادام أننا استدعينا لكي نناقش ما تقترحه الوصاية، ما تقترحه الوصاية، ثم في نهاية المطاف القرار تتخذه الحكومة. ما دمنا لا يعني ما دمنا لا يعني لا نملك سلطة لقرار، وما دمت اقتراحات يعني النقابات لا تؤخذ من اعتبار، يعني لهذا السبب غادرنا اللجنة. ثم الملاحظة الثانية، أننا أدركنا الآن أن الهدف ليس علمي وليس بيداغوجي وليس له علاقة بمصلحة التلميذ. يبدو لنقابة كلا أن الأمر يتعلق بأمور ربما اقتصادية، ربما فيها أهداف سياسية، ربما يتعلق أيضا بالتقشف، تقليص يعني مدة وأيام إجراء امتحان البكالوريا يتعلق أيضا بسياسة التقشف التي تنتهجها السلطات الحكومية.
ولهذا لا نتحمل بطبيعة الحال يعني أي اليوم أنا كثير من مسؤولية. الأصوات نادت من أجل إعادة النظر في المنظومة التربوية، خصوصا في الإصلاحات التي تخص البكالوريا بعدما شهدته بكالوريا 2016، يعني من نقائص كبيرة وكبيرة جدا. سيدة بالهمل معنا وعبر الهاتف الأمين العام للجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ عز الدين زروق، أهلا بك سيدي. إذا أنتم كجمعية وطنية لأولياء التلاميذ، ما موقفكم من إصلاح البكالوريا والذي سيخص التلاميذ مع الدخول المدرسي المقبل؟ السلام عليكم، شكرا على هذا الاتصال، واهلا بك واهلا العفو. بالمشاهدين الكرام، ونشكر كل المهتمين بالموضوع التربية الوطنية واللي هو موضوع هام جدا فيما يخص المستجدات التي تخص المنظومة التربوية التي تدخل في اطار الاصلاحات. بالمناسبه احنا على كل حال كنا حضرنا كل الجلسات لاعاده تنظيم البكالوريا، وكذلك حضرنا كذلك فيما يخص اصلاح المنظومه التربويه عموما. في الحقيقه اذا كنت تتكلم اذا كان انت وضيوف الكرام راكم تتكلموا على قضيه نعم اصلاح البكالوريا، يعني من خلال الاصلاحات التي ادخلت الى حد الان رانا ما تحصلنا على النسخ اللي تكون فيها يكون عليها تنظيم البكالوريا، وهي اربع نقاط اربع عفوا نسخ او اربع اقتراحات مقترحات، والمقترحات ثلاثه او كلها معناتها ما زالت تبقي على التربيه الاسلاميه وعلى التاريخ والجغرافيا الامازيغيه. فقط ان هنالك مقترح رابع ربما اللي هو اللي كان سبب في احداث لغط على مستوى الساحه التربويه، وطبعا كل واحد عنده غيره على المنظومه التربويه وعلى عن عناصر الهويه، واحنا كذلك عندنا غيره كذلك طبعا هذا، واحنا لا نزايد على هذا الموضوع وما نحبوش نجعلوا منها متاهه قضيه اللي وان كانت باهميه بما كان، ولكن في حقيقه الامر المقترحات الثلاثه اللي موجوده فيها المقترحات البكالوريا، المقترحات الثلاثه موجود فيها العلوم الاسلاميه وراهي موجوده عندنا يعني كنسخ، وهذا الشيء معناتها يخلينا نطمئنوا. وبعد ما تكلمنا مع مسؤولين على مستوى وزاره التربيه معناتها يؤكدون بان المنظومه التربويه والبكالوريا في حد ذاته معناتها مش راح يتخلى على، وحنا عندنا ثقه في المسؤولين على مستوى وزاره التربيه بانهم كذلك هم حريصون على عناصر الهويه الوطنيه التي تتمثل في الاسلام والعربيه والامازيغيه وما الى ذلك، وبالتالي فنطمئن انا نحن مطمئنون وعندنا ثقه في، ونتمنى ان شاء الله العناصر الهويه نعم. الوطنيه لا تمس وتبقى ثابته، لانه في حال ما اذا مست وفي حال ما اذا مثلا وضعت الاختيار معناتها هنالك خطوره بالنسبه لمستقبل البلاد، وقضيه التربيه الاسلاميه لابد لها ان تبقى، وهذا ما اكده هو الوزير الاول عبد الملك سلال مؤخرا. وهذا ما اكده، ونشكره على كل حال على هذا الموقف، وطبعا النظره تاعو كانت نظره مستقبليه واستشرافيه جدا، لانه الناس معناتها هذا الرجال اللي راهم على مستوى الحكومه وراهم ساهرين على امنها وعلى استقرارها يعلمون جيدا بانه اذا لعب واذا مست عناصر الهويه الوطنيه مثلا راح نخلقوا واحد الجيل اللي راح تكون عنده تناقضات في التكوين تاعو، راح يكون هنالك معناتها عنصريه ما بين مناطق وما بين جهات معينه من الوطن، وراح يكون انسلاخ من الاسلام ومن القيم الاسلاميه. ونزيد ناكد شيء ما مهم جدا، وهو انه الوزيره بحد ذاتها وبعظمه لسانها تقول بان العفو المدرسي والانحلال والمخدرات السبب تاعه هو الابتعاد وعدم الاهتمام بعناصر الهويه الوطنيه، وعلى راسها الاسلام اللي منه نستمد الاخلاق تاعنا والمبادئ تاعنا. نعم. ويقول باللي راح ناكد على هذه الامور من اجل تحسين ومن اجل غرس الاستقرار في المدرسه الوطنيه. جيد، سيد زروق، عوده الى اصلاحات البكالوريا، ما رايك في المقترحات التي قدمت من خلال مبدا التدرج في اصلاح امتحان البكالوريا وادخال التقويم المستمر وايضا تقليص مده الامتحانات؟ اختي منى، ونطمئن المشاهدين بان الجمعيه الوطنيه لاولياء التلاميذ ما حبيناش ندخلوا في قضيه المزايدات، احنا ما عندناش مزايدات، عندنا مقترحات قدمناها وجلسنا مع الوزيره وهي اللي كانت تتكلم، وطبعا الشركاء الاجتماعيين شركاء تربيه كانوا يتكلموا بانه
التقويم المستمر جيد. وهذا شيء مهم جدا، راح يجعل التلميذ معناتها راح يستقر في 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 المسار الدراسي تاعو، مش راح تكون هنالك غيابات. انت راكي لاحظتي بان في السنوات الماضيه القادمه الفائته كانت هنالك غيابات كثيره على مستوى تمدرس التلاميذ، وسبب تاعه شنو هو؟ هو غياب شيء راح يضمن ويضبط التلميذ في المقطع. يعني الصرامه لم تكن موجوده سيد عز الدين زروق. كثيره ومتوفره. نعم. وذلك ولما تدخل قضيه التقويم المستمر راح تكون عندها معناتها عندها قيمه بالنسبه للتلميذ، التلميذ راح يحس بانه يحاسب على كل صغيره وكبيره، طبعا راح يلتزم بالمعهد الدراسي، وراح تكون قله الغيابات، وراح تكون كذلك هنالك شيء مهم جدا وهو احترام الاستاذ. وهو كذلك. وهو كذلك. نعم نعم. نعم. شكرا جزيلا لك الأمين العام للجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ عز الدين زروق. سيدة بلهم نختم معك، ماذا تقولين ككلمة أخيرة لنغلق هذا الملف؟ الكلمة الأخيرة بالنسبة للجيل الثاني، هذه الكتب وأيضا الجيل الثاني وإصلاحات البكالوريا، هذه الكتب بالنسبة لنقابة كلا على الأقل، حضن حتى بالنسبة لنقابة بقية نقابة المستقلة، لم تطلع عليها، لم تتم استشارتنا بشأنها، تم كل شيء في التعتيم، حتى الأساتذة الذين تم تكوينهم من أجل التطبيق وغير ذلك، هؤلاء يعني أخبروني أنهم أنه لم يسمح لهم بمناقشة يعني بالمناقشة مناقشة مضامين هذه الكتب، وقيل لهم المطلوب منهم التنفيذ. وأكثر من هذا بلغني أنه مطلوب منهم أيضا الاعتماد على اللغة الدارجة على العامية في التعامل مع التلاميذ وفي التعليم، وهذا الأمر خطير. طريقة جديدة يعني لتدريس التلميذ، أنه ليس كما كان كما هو في السابق أنه التلميذ يتلقى الدروس ويقوم يعتمد على الحفظ، هي طريقة جيدة الآن، فإن التلميذ هو الذي يقوم بيبذل الجهود من خلال أنه الأستاذ يعطي معلومات التي يمكنه يعني التلميذ بسرعة أنه يستقطبها، عوض كان معمول به في السابق. سيدة بلهام، ما هذا هو المطلوب، هذا ما يقال وهذا ما نطالعه في الصحف، لكن الواقع يختلف تماما. التلميذ قبل كل شيء مطلوب نوفر له يعني شروط التمدرس، شروط التمدرس معناها المدرسة، مدرسة عصرية فيها أدوات بيداغوجية حديثة، الأستاذ الكف الذي يعني استفاد من التكوين، كذلك لابد من توفير الموديل، لابد من توفير المراقب، لابد من توفير طبيب النفساني في المدرسة، هذه الأمور ليست متوفرة مع الأسف. أخشى أن يكون هذا الدخول المدرسي مماثلا للدخول المدرسي السابق، أو وقد يكون أسوأ منه. نحن نتمنى أن يكون أحسن بكثير، ونتمنى أن بكالوريا 2017 وبفضل هذه الإصلاحات التي ستدخل على القطاع تكون أحسن من بكالوريا 2016. يعني نعم. لو سمحتم فقط بالنسبة للتقويم المستمر، أنا يعني يجب تنبيه أن هذه النقطة يستفيد منها التلميذ إذا تجنب الغياب، إذا حضر، إذا تجنب التأخر، إذا لبس، يعني إذا أحضر الكتاب داخل القسم، إذا أحضر الكتاب، إذا احترم الأستاذ. أنا يعني أظن أن المفروض أن التلميذ يتحصل على النقاط إذا اجتهد في دراسته. نعم. شكرا جزيلا لك عضو المكتب الوطني لنقابة مجلس ثانويات الجزائر السيدة زينب بالهامل على كل هذه التوضيحات، شكرا جزيلا لك.